هنعمل صنف من العجينه بيبقى شكله زي الوردات، حلو قوي، هحشيه جبنه وزعتر، حلو وشكله جميل، ممكن اديه لولاد في المدرسه، ممكن اقدمه الصبحيه على الفطار، المهم ان هو بيبقى حلو قوي وطعمه حلو وسهل جدا. هنقول اول حاجه المقادير بتاعت وردات الجبنه والزعتر. هستعمل 4 كوبايات دقيق، نص كوبايه زيت، 5 معالق كبيره لبن زبادي، رشه ملح، 2 كبار خميره، 2 صغيرة بيكنج باودر. وهستعمل الحشوه، طبعا بحط ميه حسب ما محتاج في العجينه، يعني مقادير العجينه الواحده 4 كوبايات دي، نص كوبايه زيت، 5 معالق كبيره زبادي، رشه ملح، 2 كبار خميره، و 2 صغيرة بيكنج باودر. وهستعمل ميه دافيه حسب ما هحتاج في العجن. اوكي، هحشيها جبنه بيضه وزعتر، بخلطهم مع بعض. لو هتحطي زعتر فريش يبقى هنستعمل جبنه براميل، لو الزعتر اللي هو الدقه ده اللي فيه السمسم ممكن استعمل جبنه ملح خفيف زي ما انت عايزه حسب درجه الملح بتحبيها. هتحطي زعتر الدقه ده كتير لازم تبقى جبنه ملح خفيف، هتحطي زعتر قليل ممكن اخلط براميل مع ملح خفيف. هدهن الوش ب3 معالق كبار لبن بودره، بدوبه في شويه ميه صغيرين بحيث يبقى تقيل، وهستعمل للزينه شويه زعتر وسماق. اوكي، يبقى انا هحشيها جبنه بيضه وزعتر، لدهن الوش 3 معالق كبيره لبن بودره هدوبه في شويه ميه، وللزينه زعتر وسماق. طبعا اول حاجه هبتدي احط الدقيق مع الزيت، عايزين ميه دافيه علشان اول حاجه هخلط الدقيق مع البيكنج باودر والخميره طبعا اللي هي الحاجات الجافه، هحط رشه الملح معاهم كده اهو، وهحط معاهم الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان اخلط الزيت اغلف بيه الدقيق. بعد كده اهو طبعا اهو هحط الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اجيب الجناب معاهم علشان تاخد كل، خدوا بالكم دي مش هتاخد ميه كتير عشان الزبادي بيطريها وبيخليها لزجه شويه، فاخد بالي كويس جدا وانا بحط الميه ما تبقاش كتير عشان ما تبص مني. انا قبل ما اضيف الميه هقلبها تقليبه، مع بعضها طبعا لو انا هعملها على ايدي بفركها كويس جدا، انا عشان عاملاها في العجانه بقلبها تقليبه كده اهو، وهحط شويه ميه صغيرين ميه زي ما اتفقنا بتبقى دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ميه دافيه لان الميه السخنه بتموت الخميره ما بتخليهاش تتفاعل، والميه الساقعه مش هتخليها تتفاعل اصلا، يعني الخميره لازم لها وسط دافي علشان تشتغل كويس. بعد ما بخلص العجينه دي بحطها في مكان دافي تخمر لغايه ما حجمها يتضاعف. اوكي، بعد ما حجمها يتضاعف تبقى خلاص هي كده بالنسبه لي جاهزه. اهي بصوا ابتدت تلم معايا، اعرف انها جهزت معايا هنا ازاي، هتلم الجناب كلها ومش هتلزق، هلاقي كل الجناب لمت في الاخر معايا مفيش حاجه لازقه، هي المفروض تتعجن يعني 5 دقايق كمان، بس طبعا احنا اختصارا للوقت عاملين واحده يعني سايبينها تخمر، طبعا يعني مستحيل هنحطها تخمر. اوكي بنكذب، ادي هعمل بقى الحشوه، هجيب الزعتر، انا هنا حاطه زعتر دقه وزعتر كتير فهستعمل جبنه ملح خفيف. اوكي اهو هقلب الزعتر مع الجبنه، ده اللي انا هحشي بيه العجينه. اهو وادي العجينه بعد ما شاء الله خمرت اهي، هاخدها هعملها كوره
اوكي بصوا هي كوره كده اهو، وبعدين هحط فيها شويه جبنه بالزعتر، اقلبها بس كويس علشان تتوزع صح، واروح حطاها جواها اوكي، واروح قافلاها كده اهو. بصوا اهي تتقفل كده اهو، واروح مبططاها. هنشوف هنعملها وردات ازاي، بس الاول انا هعمل كم واحده علشان اعملها كلها مره واحده في الاخر كده اهو. هبططها، هروح حاطه الجبنه فيها، واروح لما العجينه بصوا هلمها كده اهو تتلم، دي اللي اتلمت دي تبقى تحت كده اهو علشان يبقى شكلها دايره حلوه، ما تبص معايا يبقى شكلها حلو كده اهو اهي. وبعدين هنيجي نعمل ايه، ادي سكينه وادي الفرشه هاجي بصوا اهي الدايره اللي انا حشيتها بالجبنه. بصوا هعمل بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحد اتنين ثلاثة، اخد بالي بصوا بالراحة، النص ده انا هحط فيه زعتر كده اهو وكده خلاص. ممكن بقى عارفة كمان ممكن اعمل ايه احسن لي، انا هدهن دي زيت عليا، في التانية بقت اسهل بصوا اهي بقت اسهل كده اهو اهي كده، ما اوصلهاش طبعا للاخر خالص اهي، بقت زي شكل الورده اهي، يبقى انا لما دهنت السكينه بقت افضل لي. اللي باين ده انا هغطيه بقى دلوقتي، هتشوفوا ازاي. هجيب اللبن الباودر اللي انا مدوباه شويه، هدهنها كلها بيه كده كده اهو، وبعدين هاجي اعمل ايه، شويه زعتر في النص بصوا اهو مغطى لي المفتوح فما تقلقيش من هنا، وعليه شويه سماق صغننين. هدخلها بقى فرن 200، اول ما الاقيها من تحت القعر بتاعها خلاص بقى ذهبي غامق هشغلها شوايه على طول، ما بياخدش 10 دقايق في الفرن وبتبقى استوت وبتطلع حلوه جدا. خدوا بالكم لازم ابعدها عن بعض ان هي بتنفش، يعني هتلاقوها نفشت معايا. اعملها كده اهو عشان تشوفوا اهي ورده، وردات الزعتر بالجبنه حلوه وجميله، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. من جديد دي وردات الجبنه والزعتر بعد ما بتستوي، بصوا يبقى شكلها كده اهو، احنا مزوقينها وزي ما انتم شايفين بالزعتر وبالسماق عشان يبقى شكلها حلو كمان في الاخر، بتبقى حلوه وجميله ولو جربتوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. هنعمل